من جديد أهلا بكم. العلاج بالدراما داخل أسوار السجن تجربة جديدة وفريدة من نوعها للمخرجة زينة دكاش في سجن رومي، حيث يتعطش السجناء للمسرح تماما مثلما يتعطشون للحرية والراحة النفسية. مسرحية 12 لبناني غاضب هو مشروع العلاج بالدراما داخل أسوار السجن الذي أطلقته الممثلة والمخرجة والمعالجة بالدراما زينة دكاش. المشروع خصص له لقاء ثقافي عن تجربة المسرح داخل السجن بين لبنان وإيطاليا في قصر اليونسكو برعاية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود. دكاش تقول أن مشوارها بدأ من سجن فولتيرا عام 2002، حيث شهدت على مشروع المخرج الإيطالي أرماندو بونزو الذي أنتج أعمالا مسرحية مع سجناء، قررت نقل أحدها إلى السجون اللبنانية من خلال جمعية كاتارسيس. أنا بال 2002 كان عندي زيارة على سجن فولتيرا بإيطاليا تعاونا مع أرماندو بونزو يلي هو المخرج اللي له 20 سنة بيشتغل داخل السجن، بيعملوا مسرحية كل سنة مع المسجين. وقتها سمعت فيه واتصلت فيه قلت له بهمك هل في روح بس على القليله احضر وشوف، كتر خير الله عن جد انه قبل ورحت قضيت صيفيه داخل السجن، شفت هن كيف بيشتغلوا، تاثرت كثير وقلت عن جد لازم هيدا العمل يصير بلبنان. بقيت الفكره براسي لكن لل 2006 طرحت الموضوع على الاتحاد الاوروبي ليمولدهم برنامج افكار اثنين، وتم التمويل بعدين اجت موافقه الدوله وبشرنا. المشروع تضمن معرضا للصور من داخل سجن فولتيرا وسجن رومي، وكان تأكيد للمخرج المسرحي أرماندو بونزو أن العلاج بالدراما تجربة مفيدة جدا للسجناء. لم أريد العمل مع ممثلين في مسرح عادي، هذه كانت الفكرة، وعندما بدأنا العمل في سجن فولتيرا كان من أكثر السجون المنغلقة في إيطاليا وهو الآن من أكثر السجون المتطورة، هذا يعني أن الناس يستطيعون فعلا العمل وتغيير أنفسهم. وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ اعتبر أن هذه التجربة تجسد معاني الحرية من داخل القضبان. هذا بصيص أمل لأنه هودي السجناء هن قاعدين بالحبس ما عندهم أي أفق قدامهم، عم بيرجعوا بيخترعوا مفهوم الحرية عن أول وجديد، عم بيقولوا كيف قادرين هن يمكن يكونوا أحرار والعالم اللي برا بقفص، لأنهم قدروا يخلقوا قدروا يبدعوا وبالنتيجة بيقدروا يقولوا لنا أنه الحرية منا بالضرورة هي الشرط دائما للإبداع، عم بيخترعوا حرية جديدة وعم بيقدروا عبر الإبداع تبعهم يوصلوا رسالة يمكن نحن اللي قاعدين برات الحبس مش عم نشوفها. النائب غسان مخيبر الذي كان أحد المساهمين الأساسيين في هذا المشروع أكد أنها تجربة رائدة متمنيا تعميمها على السجون كافة. الفكرة أنا محرض عليها ومشارك فيها بصفتي عضو في جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات، أنا من اللي ساهموا مع زينة بهذا المشروع بتنفيذه ومتابعته، كان لي الشرف أني أتابع زينة ومشجع لها وجمعية كاثارسيس باللي عم تستمر تعمله بالسجون اللبنانية. أنا بعتقد أنه كانت تجربة ريادية جيدة جدا يجب أن تستمر في كل السجون اللبنانية، لازم نعمل فوتوكوبي عن زينة دكاش نقدر نوزعها على السجون، لأنه فعلا هذا يفتح سجون للمجتمع تشوف فعلا المجتمع قديش وضع السجون مضري قديش سيء. إلى معرض الصور تضمن هذا الحدث عرضا من كواليس مسرحية 12 لبناني غاضب وعرض فيلم عن التجربة داخل السجن الإيطالي. بارود أكد أن المسجون هو إنسان على الرغم من وجوده خلف القضبان. من وراء جدران السجن وبالرغم من القضبان في إنسان عم بعيش إنسانيته، وهيك نشأت حملة إنسان رغم القضبان. هيدي الحملة يلي عم تهدف لتحسين وضع السجناء قبل تحسين وضع السجن. دائما بنفكر نحن بالحجر ومنبديه على البشر، بنفكر ان اذا بنينا سجون اكثر انحلت مشكله السجون، بنفتكر انه اذا برومي صار في بدال سجن بيستوعب 1005 بنبني حد ومبنى اخر بصير الوضع افضل، لا بصير الاكتظاظ اخف نعم، بس هذا ما بيلغي انه السجن بعده بوضع غير مقبول انسانيا، هذا ما بيلغي انه في شغل لازم يصير مع المساجين مثل الشغل اللي عم ينعمل بالعلاج من خلال الدراما.
الاحتفال تخللته كلمات للسفير الإيطالي في لبنان جابرييل كيكيا ورئيس بلدية فولتيرا الذي قدم هدية تذكارية لوزير الداخلية مشيدا بالجهود المبذولة لتحسين وضع السجناء.